ناقش لقاء موسع انضم القيادات المحلية والتنفيذية في محافظتي ذمار والبيضاء المواقف الوطنية والموحدة لمواجهة العدوان. رغم قصف العدوان واستمرار الحصار في حقد واضح على الشعب اليمني وتدمير مقدراته وبنيته التحتية، يظل أهل الحكمة والإيمان صامدون في وجه العدوان وسيفشلون كل رهاناته. شق الصف وتفكيك النسيج الاجتماعي من خلال الشائعات المغرضة والترويج لها عبر وسائل إعلامهم المأجورة، لكن الصورة تؤكد زيف ما يدعون. فهم اليوم أبناء محافظة ذمار من سلطة محلية وقيادات تنفيذية وشخصيات اجتماعية في زيارة أخوية إلى محافظتهم الثانية البيضاء، في رسالة أخوية مفادها نحن شعب واحد صامدون في وجه العدوان. محافظ البيضاء علي محمد المنصوري ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية في استقبال رسمي لإخوانهم من أبناء محافظة ذمار، مؤكدين الصمود والثبات في خندق واحد للدفاع عن الوطن. نتشرف بها من أخواننا وزملائنا في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، وكذلك من أنصار الله المجاهدين، وإن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامكم بهذه المحافظة. محافظة ذمار، محافظة البيضاء، هي محافظة واحدة، واليوم نرحب بكم باسم السلطة المحلية والقيادات التنفيذية والمجاهدين والجيش واللجان الشعبية الذي نسجلهم كل الشكر والتقدير بما قدموه من تضحيات، وصدروا من أروع البطولات في هذه المحافظة. نحن كنا في محافظة البيضاء حقيقة شبه ساقطات بيد الدواعش والكادر. جاء الفريق من عند أرحم الراحمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. جاءت هذه المشكلة، جاء هذا العدوان، جمعنا، عرفنا أن نحن يمنيين لا فرق بيننا، نحن في خندق واحد، وسنموت بإذن الله ونحن مدافعين على الأرض والعرض. وأهلا وسهلا بكم. زيارة عيدية لأبناء محافظة ذمار من القيادات المحلية والتنفيذية لمشاركة الجميع أفراحهم بالعيد وتجسيدا لوحدة الشعب والمصير. احنا جيناكم على أساس سلام وعلى أساس زيارة ومفاقدة، شاكرين لكم كل جهودكم وكل نضالكم وصمودكم وكل وفاءكم مع الوطن اليمني بشكل عام. زيارات ودية هي الأولى لأبناء محافظة ذمار لمعرفة الأوضاع عن كثب والاطلاع على الصورة الحقيقية لما يحققه أبطال الجيش واللجان من انتصارات في جبهات الشرف والتصدي للغزاة. زيارة ومعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار أعيادنا جبهتنا لتفقد إخواننا في البيضاء، سواء المقاتلين واللجان الشعبية من الجيش والأمن واللجان الشعبية، وعلى رأس المحافظة والمحافظة وقيادة المحافظة من أنصار الله والجميع، نقول لهم كل عام وأنتم بخير، أنتم الصمود ونحن منا الوفاء والمبادرة، ونبادركم الصمود بالصمود، الاهتمام بكم وبالمرابطين وبأسرهم، هذا عهد منا. عبد العزيز المجيمي، قناة اليمن، محافظة البيضاء.